ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قررت فنانة بريطانية التوقف عن قص شعرها منذ عامها السادس ليصل إلى الأرض وعمرها 32 عاما، وعندما بلغت 13 سنة اكتشفت أن استخدامها للشامبو والبلسم كان سببا في جفافه لتتوقف بعد ذلك عن غسله تماما. وذكر موقع أوديتي سنترال اليوم أن طول شعر فرانكي كلوني يبلغ حوالي مترين، وأنها عانت في الأشهر الأولى بعد توقفها عن غسله من الحكة على مستوى فريع الرأس ومن مشاكل عديدة، لكنها تخلصت منها مع الوقت. وقالت كلوني إن فكرة إطالة شعري وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتي، وتابعت قائلة: يعتقد الناس أني أستغرق وقتا طويلا في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح، لقد اعتدت على ذلك. وأكدت الفنانة البريطانية أنها لا تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل أو تقوية شعرها، بل تكتفي فقط بتمشيطه للحفاظ عليه. وتلجأ الفنانة إلى ضفر شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها، لكن ذلك يستغرق منها وقتا من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ولا بد من أن يساعدها شخص على إتمامه للآخر. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.